السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في الوحدة الثالثة من كتاب الأحياء للصف العاشر في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط بإشراف المعلمة براء الديات. رح نحكي اليوم، رح نبلش بعلم التصنيف، أسس علم التصنيف. رح أشرح ورح نمر معنا من أكثر من عالم وإنجازات، وكيف ما هي الطريقة التي استخدمها في تصنيف الكائنات الحية. فكل عالم رح يمر معنا. يا شباب تركزوا معي وتحفظوا إيش كيف ساهم في علم التصنيف. بداية علم التصنيف، بيحكي لك علم التصنيف هو من أقدم العلوم اللي كانوا يدرسوها العلماء. بعدين علم التصنيف ما مر بمرحلة واحدة، مر بأكثر من مرحلة. ليش؟ إنه الكائن الحي أصلا بتطور، تمام؟ فحكون عنده أكثر من مرحلة للتصنيف. بداية لو جينا نعطي تعريف لعلم التصنيف، تمام؟ لو جينا أعطينا تعريف لعلم التصنيف يا عاشر، هو علم يهتم بتصنيف الكائنات الحية في مجموعات حسب اشتراكها في صفات معينة مشتركة تكون بيناتهم، تمام؟ مثلا صنفنا الثدييات مع بعض، صنفنا الزواحف مع بعض، صنفنا البرمائيات مع بعض. يعني هاي البرمائيات كلها بتشترك بأشياء معينة، تمام؟ فأعطاهن تصنيفات معينة. بداية أول العالم الأول هو العالم الفيلسوف اليوناني أرسطو، تمام؟ أرسطو صنف النباتات، ركز معي، بحسب، لو قلت لك كيف صنف أرسطو النباتات، حسب إيش؟ حسب حجمها. صنفها إلى الحجم، إذا كانت كبيرة حجمها كبيرة سماها أشجار وشجيرات الأصغر وأعشاب، تمام؟ ثم هاي إيش بالنسبة للنباتات. ثم صنف الحيوانات تبعا لمكان معيشتها، تعيش بالهواء سماها حيوانات هوائية، تعيش بالبر حيوانات برية، تعيش في الماء أعطاها اسم حيوانات مائية. هاي بالنسبة لمين؟ للعالم أرسطو. صنف النباتات حسب الحجم والحيوانات حسب مكان الإيش؟ المعيشة. بعدين أجى العالم العلماء المسلمين مثل الجاحظ والقزويني، فقد صنف الحيوانات بناء على طريقة حركتها، الحركات المتشابهة للحيوان صنفوه إيش؟ حطوهم مع بعض من مجموعة معينة. بعدين أجى العالم الإنجليزي جوري، أوكي، صنف النباتات إلى مجموعات مختلفة بناء على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وهو أول من أشار إلى مفهوم النوع. إذن من العالم الذي أشار إلى مفهوم النوع؟ أول واحد هو العالم جون ري، أعطى مفهوم للنوع وحكى إيش هو النوع. حكى مجموعة من أفراد، تمام، متشابهين، شو مالهم شرط يكونوا متشابهين، الذين يتزاوجون في، يعني بيصير بتجاوزوا فيما بينهم على نحو حر، بشكل حر، ولما يصير تزاوج بيناتهم ايش بينتجوا افراد جديدين، تمام، من نفس ايش، من نفس النوع. بعدين اجى العالم السويدي كارلوس لينيوس، تمام، وضع اسس التصنيف العلمي الحديث. اذا العالم الذي وضع علم التصنيف الحديث هو العالم كارلوس، تمام، اعطى اسم شو سماه؟ التسمية الثنائية للكائنات الحية. يعني اعطى للكائن الحي اسم، يعني مثلا انا براء الديات لي اسم، تمام. العالم كارلوس نفس الموضوع، اعطاهم اسم ايش؟ بس سماه بالتسميه الثنائيه اللي مكون من قسمين، تمام، من قسمين. بالرغم من ان النظام لينيوس وما طرا عليه من تعديل وتحديث ما يزال مستعمل حتى الان، يعني شو ما صار تطور، شو ما صار اشي، لسات نستخدم نظام الثنائي، التسميه الثنائيه، تمام. في أنظمة ثانية مثل نظام التصنيف التفريعي، تمام، الذي تصنف فيه الكائنات تبعا الخصائص المشتركة بينهما، تمام، يعني يفرع كمان المجموعة نفسها، كمان كان يفرعها، تمام. هاي بالنسبة لإيش؟ لمحة تاريخية عن أسس علم التصنيف، وكثير مهمة إني أعرف العلماء كيف ساهموا في تصنيف الكائنات الحية، تمام. إذا المطلوب تعريف التصنيف، العالم أرسطو جوري وكارلوس لينيوس كيف ساهموا في علم التصنيف وإنجازاتهم، تمام. وهي عندي صورة تبين، صورة للعالم أرسطو جوري والعالم كارلوس، تمام. ويعطيكم العافية، وإن شاء الله بالفيديو الثاني رح نبلش نشرح عن كيف استخدم كارلوس نظام التسمية الثنائية للكائنات الحية. يعطيكم العافية.